بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها سموه خالص تهانيه وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة، ولشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد سعد الدين العثماني الوزير الأول بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهنئة بهذه المناسبة الوطنية.